السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، مسلمين مسلمات رحمكم الله، الحمد لله ثم الحمد لله. Kita memanjatkan kesyukuran kehadap Allah kerana pada malam ini masih lagi diberikan ruang dan peluang serta kesempatan untuk kita bersama dalam siri tilawah, tahsin dan tadabbur Al-Quran. Dan insya-Allah malam ini kita masuk pada juzuk yang ke-11. Sesuai malam yang ke-11 Ramadan, ya alhamdulillah tuan-puan yang saya muliakan, telah pun 10 hari kita berpuasa. Ya, selesai 10 hari, sepertiga daripada Ramadan. Baki lagi 2/3 Ramadan. Jadi mudah-mudahan berlalu Ramadan 10 hari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran atas segala amal soleh yang kita hiasi dalam bulan Ramadan sepanjang 10 hari yang telah lalu. Dan insyaAllah kita meneruskan lagi serta masih istiqamah dalam meneruskan amal soleh untuk baki lagi 20 hari. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah dengan malam Al-Qadar. Apa itu malam Al-Qadar? Lailatul Qadar. Kerana kelebihan dan kemuliaan malam tersebut melebihi dari 1000 bulan. Mudah-mudahan. Amin. Allahumma amin. Muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi tanpa melengahkan masa, kita terus kepada bacaan ayat suci Al-Quranul Karim. Dan sebelum itu, seperti biasa, saya peringatkan kepada tuan-puan agar sudilah untuk like serta komen dan juga sharekan live ini agar memberi manfaat kepada sahabat dan rakan kita yang lain, insyaAllah. Jadi kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah, muka surat 202 202, boleh merujuk kepada mushaf Al-Quran masing-masing. Tuan-puan boleh tengok pada skrin, kita paparkan muka surat 202 Allahumma salli ala Muhammad, ayat 94 surah At-Taubah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya'tadhiruna ilaykum idha raja'tum ilayhim. Qul la ta'tadhiru lan nu'mina lakum qad nabba'ana Allahu min akhbarikum. وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس
ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم سورة 203 آيات 100 سورة التوبة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم سورة 204 ayat 107 surah At-Taubah. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين
الطاهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم Surat 205 205 ayat 112 Surah At-Taubah التائبون العامدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة الأسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم Surat 206 ayat 118 Surah At-Taubah وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله
ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون Surat 207 ayat 123 surah At-Taubah. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari walyajidu fikum ghilzah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Surat 208 Surah Yunus ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا
إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون Surat 209 ayat 7 surah Yunus. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون Surat 210 ayat 15 surah Yunus وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون
ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. Surat 211 muka surat terakhir untuk malam ini ayat 21 surah At-Taubah. وَإِذَا أَزَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم تقيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dimuliakan, telah pun kita membaca 10 muka surat suci Al-Quranul Karim dari muka surat 202 hingga 211 dari surah At-Taubah memasuki atau masuk surah Yunus.
Dan setelah itu muslimin muslimat rahimakumullah, kita nak petik satu ayat hukum tajwid dan satu ayat tadabbur. Baik, kita nak petik pada muka surat yang terakhir, iaitu muka surat 211. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita petik ayat 21 hukum tajwid. Baik. Wa idza azaqna. Wa idza azaqna, panjang di situ mad jaiz mufasil kerana dua kalimah. Bacaan panjang 4 atau 5 harakat. Azaqna, qaf yang sukun dalam kalimah tersebut, qalqalah, sughra, berdetak kecil. An-nas, nun yang bertasydid, wajibul ghunna, wajib dengung, dua harakat. Rahmatan min, tanwin bertemu dengan mim. Idghamah al-ghunnah, dengung dua harakat. Min ba'di, nun mati bertemu dengan ba, iqlab, dengung juga dua harakat. Dharra'a, panjang di situ mat wajib muttasil, mana panjang 4 atau 5 harakat. Massathum idza lahum makrun. Lahum makr, mim mati bertemu dengan mim. Idgham mislain, dengung juga 2 harakat. Makrun fi, tanwin bertemu dengan fa, ikhfa hakiki juga dengung 2 harakat. Fi ayatina, panjang di situ mat jaiz mufasil, bacaan panjang sekadar 4 atau 5 harakat. Waqaf jaiz harus. Jadi kita berhenti di situ. Qulillahu asra'u makra. Lagi sekali waqaf jaiz. Inna wajibul gunnah, dua harakat dengung. Yaktubuna ma tamkurun, diakhiri dengan mad ari lisukun, 2, 4 atau 6 harakat. Jadi kita ulang balik ayat ini dengan memerhatikan hukum tajwid yang disebutkan sebentar tadi. Wa idza azaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra'a massatuhum idza lahum makrun fi ayatina. قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ. Baik, kemudian kita petik ayat yang ke-24 untuk ambil kepahaman. Allah sebut innama mathalul hayatid dunya, sesungguhnya bandingan kehidupan di dunia adalah seperti kamat kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ard, seumpama air hujan yang turun, seperti air hujan yang kami turunkan dan langit, dari langit lalu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan dengan subur kerana air itu, di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak, hingga apabila bumi telah sempurna keindahannya dan berhias dan pemiliknya mengira bahawa mereka pasti menguasainya, memetik hasilnya, datanglah azab kami kepadanya pada waktu malam atau siang, lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah dihapuskan seakan-akan belum pernah tumbuh sebelum ini. Demikianlah kami jelaskan tanda-tanda kuasaan kami kepada orang yang berfikir. Kehidupan di dunia Allah ibaratkan, perumpama bandingkan dengan seperti air hujan yang turun dari langit. Kemudian tumbuhlah tumbuh-tumbuhan daripada bumi, subur, membesar. Ada yang dapat dipetik, ada yang tak dapat dipetik. Ada yang mati ketika masih kecil, ada yang sempat besar, ada yang sempat berbuah, sempat. Maka demikian, gitulah kehidupan manusia dari sudut umur kehidupan manusia. Ada yang sempat matang, ada yang tak sempat matang, ada yang sempat berbuah, sempat dapat hasil. Ada yang tidak sempat. Kerana semuanya dengan kehendak Allah. Bila mana Allah berkehendak untuk tidak mendapatkan hasil, maka Allah datangkan azab. Ya, menghancurkan ataupun merosakkan segala tanaman. Ya, hasil tanaman oleh apa yang dilakukan, yang ditanam oleh manusia. Muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita tentang kehidupan kita, yang pastinya melalui
apa itu pengakhiran ya, dengan kematian. Cuma kita tidak tahu bila kita akan kembali kepada Allah. Demikian jugalah seperti mana air hujan, kemudian daripada air hujan tadi tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Demikian juga tumbuh-tumbuhan itu pun kita tidak tahu bila dia akan mati. Adakah mula dia tumbuh, dapatkah kita makan hasil dia? Semuanya dengan kehendak dan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahimakumullah. Sekadar itu untuk malam ini, insya-Allah petang esok kita akan sambung lagi 10 muka surat dari juzuk yang ke-11 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا في القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عن من تشاء. اللهم فاصرف عنا وعن بيوتنا وعن أهلينا وأزواجنا وذرارنا وبلادنا وبلاد المسلمين واحفظنا مما نخاف ونهذر فأنت خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا في هذه الليلة الشهر الشريفة المباركة من السعداء المقبولين ولا تجعلنا اللهم من الأشقياء المردودين. إلهنا عافنا واعف عنا واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا دعاءنا وقراءتنا وحاجاتنا وأعمالنا ونياتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.